بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. طيب خلي بالك، بفرض ان انا عايز الزرار ده حتى لو كبرت الفورم الزرار ده يتنقل هنا. ها خلي بالك، الزرار ده ايه؟ يتنقل هنا. ايه اللي يحصل؟ واحده واحده، في حدث هنا في الفورم ده اسمه فورم سايز اند او ريسايز اند، يعني هو لسه بيعمل ريسايز، يعني بيشد كده وها وهيسحب، لكن اند هو انتهى بالفعل. اول ما اقول له اند اجيب. طيب بس هنا خلي بالك، هنا البوتون ده مش متعرف، البوتون ده مش متعرف. هنا قدامك حل من الاتنين، قدامك حل ايه من الاتنين؟ ايه هو؟ واحدة واحدة، البوتون اتنين ده تكست ايه؟ خلينا نحط الاول، ممكن تقول له هنا بوتون اتنين دوت تكست بيساوي مثلا موافق. في مشكلة في كده؟ مفيش مشكلة، خلاص شغل برنامجك اهو. طيب موافق، في خلاص في مشكلة؟ مفيش. طيب انا عايز هنا البوتون ده قدامك حل من اتنين، يا اما تعرفه فوق زي ما عملنا في البوتون، ودي طريقة سهلة، بس مش معقول هتعرف كل الحاجات فوق. طيب بفرض ان انا عايز اعرف هنا واجيبه تحت هنا، خلي بالك من دي، دم بالله عليك ركز، ديم بوتون 2 از نيو بوتون او از بوتون وخلاص، بلاش نيو دلوقتي خلاص. طيب او بلاش تعرفه اصلا دلوقتي خالص. اول حاجه دلوقتي او خلي ماشي، عرفه هنحتاج، خلي بالك بالله عليك، دي ام اي دوت كنترولز، شفت كنترولز دي دوت فيها حاجة هنا اسمها ايه؟ ها كاونت، وفي حاجة هنا اسمها جيت انموريتور، تمام، وفي حاجة اللي احنا هنحتاجها اهو هنا، هنا في الايتم اللي احنا هنحتاجها اصلا. طبعا احنا خدنا الكونتينز هنا كده في الكنترول، صح احنا خدنا اد. طب بلاش الطريقه دي، خلينا ناخد، هو طبعا انت ممكن هنا تيجي تقول له فايند بالشكل ده كده وياخد منك الكي والكلام ده، طبعا احنا بلاش، هي حاجه متقدمه الى حد ما. تعالى كده يا اخوانا ببساطه اقول له استخدم فور اتش، فور اتش ها فور اتش ايه نسميه مثلا؟ انا عايز بوتون، هسميه بوتون اهو، نوعه بوتون ان، بس خلي بالك بالله عليك، ماي اسف الام اي دوت كنترولز دوت تايب، تايب او مثلا ايه اوف تايب، اوف تايب نوع ايه؟ ها اوف ها بوتون. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه هو طبعا دي اللي هي بتاع ايه اوف تايب. ببساطه انا هنا بقول له ايه فور اتش، مش انا كنت فور اتش بعرف هنا الاوبجكت، تمام، هنا بقول له از بوتون، ها نوع ايه؟ از بايه؟ از بوتون، تمام. ان الام اي دوت كنترولز ها اللي نوعه بوتون، كنت في طريقه تانية، خلي بالك هو اصلا في ايه؟ ها طريقه تانية، هي هو طبعا البوتون هنا هيجيب لك الطريقه التانية، في طريقه تانية اللي انت تقول له ايه هنا كده كانت بتبقى ازاي، فور اتش ان انت ايوه فور اتش بوتون او اي حاجه اوبجكت مثلا، اوبجكت ان ام اي دوت كنترولز بالشكل ده كده، هنا بيجيب لك كل الكنترولز اللي موجوده في الفورم، وتشوف الاوبجكت ده نوعه بوتون ولا لا، اهو الاوبجكت، تمام. مش عايز طبعا انا كده كده اصلا مش هدخل هنا باستخدام الجيت تايب والكلام ده، وصلت؟ يعني خلينا مثلا ان اجيبنا زرار مختلف مثلا بوتون، تمام، انا هعمل دي ايه كومنت،
انا عايز اجيب اصلا البوتون واحد. او لاحظ كنت بقول له بوتون واحد اهو دوت جيت تايب بالشكل ده كده خلاص. فطبعا بيرجع بسيستم تايب. هنا اقول له جيت تايب اهو دوت سترينج، وطبعا ظهروا لي في رساله اقول له هنا مسج بوكس دوت شو بالشكل ده كده اهو كده اهو. لاحظ لو ضغطت على بوتون واحد ده، وطبعا هيرسم الباقي بوتون واحد نوع ايه؟ سيستم ويندوز فورمز، ها بوتون، لان هو عارف ان نوعه بوتون. تمام. نفس الفكره هنا، نفس الفكره ايه انت كنت هتعمله هنا اهو اوبجكت، هتقول له اهو ببساطه الخطأ في ايه؟ نيكست. اقول له اف اهو الاوبجكت اهو دوت جيت تايب بيساوي اهو فورمز، نقول له سيستم ماشي دوت ويندوز دوت فورمز دوت بوتون. لو هو نوعه بوتون تمام كده الاند اف. تعال نشوف ايه اللي اسف نخليه كده، وقلنا نقول له ايه دوت سترينج تمام بالشكل ده كده. لو ده هيبقى السترينج ده طبعا هو في طريقه تانية تمام. ايه اللي هيحصل؟ حطه مثلا في ايه، او ممكن تقول له كمان اند اهو، المفروض هي اند اولسو بس مش مشكله. اند نوعه اند مثلا ايه، خلينا نستخدم اند اولسو، او خلينا تحت انا اتاكدت الاول ان نوعه ايه بوت. دي طريقه سهله ودي طريقه صعبه، هشرح لك الطريقه الصعبه الاول، السهله الاول او الصعبه الاول تمام. اهو هنقول له البوت خلاص، هاجي هنا تحت اقول له اف. لو ها انا عايز احوله للبوتون، هقول له ببساطه بوتون كده الاوبجكت الايه الاوبجكت، وهما الاثنين كده حولتهم خلاص دوت تكست، ما تحولش. لا واحده واحده، هنا الاند اف، ناخد الاند اف تاني ونحطها تحت عشان يبقى في نستد اف. هنا اوبجكت، ناخد كمان قوس وكمان قوس، هنا دوت دوت تكست بيساوي موافق. طبعا هو هنا خطا خالص تمام ماشي، هو ما رضاش يحوله ماشي. خلينا نعمل دايركت كاست. دايركت كاست ايه اللي هيتحول؟ الاوبجكت هتحوله لايه؟ هحوله البوتون خدناه قبل كده تمام. هنا دوت ها تكست، لو التكست بتاعه بيساوي كلمة موافق ايه اللي يحصل؟ انت كده جبته. تعال هنا بقى ببساطة يا اخوانا اهو، البوتون اتنين اللي احنا قعدنا نلف وندور عليه اهو، بوتون اتنين ها بيساوي بيساوي ايه؟ اهو دي بالظبط كده بس خلاص، البوتون اتنين اصبح هو الاوبجكت بس. تعال هنا بقى خالص، هنا اقول له ايه؟ احنا كنا عايزين اصلا نعمل ايه؟ نسيت والله. طبعا ده كده مش محتاجه خلاص، فبالتالي احذفه من هنا. انا كنت محتاج ان انا البوتون اتنين، طب ما تيجي نشغل ونشوف. ده عايز اتعامل معاه مثلا تمام، ان انا اعمل فيه اي شيء. طبعا هو هنا في وقت الريسايز، اسف هو في وقت الريسايز ان هو يبدا يتحكم. طيب انا كده عرفته كزرار خلاص. تعالى هنا ببساطه اهو هتعمل نفس الحركه، بوتون اتنين هو هو مفيش فرق، تقول له كابو بيس لان هو نفس الاسم بس خلاص. خلاص تعالى نجرب اهو، طبعا هو فينا خطأ، تعال نشوف ايه الخطأ. تعال نعمل ريسايز، انتهى من الريسايز بالفعل. تعالى معاه تمام، التكست بتاعه موافق طبعا، ده مش الاولاني اللي بعده، التكست موافق بالفعل. الاسم اللي فوق طبعا فيه مسافة، وطبعا ده اللي كان ايه مش مظبط بالظبط كده. لاحظ ده طبعا اهو، هو ده طبعا كده حجمه ما اتغيرش. وقعدوا لك طب ليه ما تنفذش؟ لا
الحدث ده اسمه ماكسمايزد، لكن السايز بيتغير من هنا كده اهو كده، تمام اهو بالشكل ده، كان لاحظ بيتغير دايما اهو كده، يتغير حجمه مع ايه اهو بالشكل ده. ده كده ببساطة يا اخوانا ان احنا بالطريقة دي. طيب الطريقة التانية اهو، الطريقة التانية دي سهلة جدا اهو، هو فور اتش في كذا، هتتأكد هو هو، بدل ما نعمل بقى جيت تايب دوت سترينج وتحول وتجيب دي بين النص والكلام ده، لا هنا اهو هتقول له ببساطة لو البوتون اتنين اهو اف، وطبعا جاب لك البوتون، بوتون البوتون ده اللي عليه العين اهو دوت تكست، التكست بتاعه بيساوي موافق اهو، يبقى بوتون اتنين هو هو ده، بس ده مش بوتون اتنين بقى، يبقى بوتون هيبقى بوتون بس كده، لان ده بوتون بي تي ان كده، بتن بي تي ان وبتن بس خلاص، هي هي تقدم نفس العربية. طبعا بوتون اتنين انت مش محتاجه، بس هسيبه هنا متعرف عشان لو انت خدت المشروع هتقدم نفس الايه النتيجة بالشكل كده، لاحظ اهو بتقدم نفس الايه نفس النتيجة. طبعا انا خدت الكلام ده ليه؟ ما انا كنت ممكن اعرفه فوق وفي ثانية اعمله لك، انا خدت عشان اعرف ازاي اجيب. طبعا انا ان شاء الله هقسم الدرس ده على درسين، يبقى الدرس اللي فات والدرس اللي انا اجيب كل الايه البوتونز. يبقى اتعلمت في الدرس الاول تمام ازاي اعمل ايه اوبجكت تمام، والدرس الثاني تمام اتعلمت ان انا اجيب اولا كل الكنترولز من نوع معين، ده بتجيب لك من نوع معين اهو كنترولز دوت اوف تايم، نوعه اوف بوتون، نوعه بوتون تمام. طيب لكن هنا جبت كل الكنترولز وعرفت بقى نوعه سيستم دوت فورمز دوت بوتون، الثاني كذا، الثالث تمام ازاي. يعني طبعا انا بفتح لك طريق كامل انت بقى، تلاقي اسمه راديو بوتون، تشيك بوكس، تكست بوكس، ليبل، وهكذا. عايز تجيب كل الليبلز في الموضوع تجيب الليبلز تمام يا اخوانا، الامر بفضل الله سهل يعني مفيش حاجه. ده كده ببساطة يا اخوانا عملية الايه؟ ها؟ عملية اللي انت تجيب الكنترولز اللي في الفورم. تمام؟ ان شاء الله نكمل الدرس القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما انهي تمام؟ اسف معلش. طبعا نفس الفكرة هتعمل حدث هنا بقى، يعني انت ممكن تغير الحدث في وقت معين. وصلت؟ تغير الايه؟ ها؟ الحدث، يعني الحدث ده اهو الاد هاندلر بتاع بوتون كليك واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.